السلام عليكم طلاب صف ثاني متوسط. إن شاء الله موضوعنا اليوم الفصل الأخير وهو الفصل السابع 7.1. الموضوع الأول صفحة 66 Measure of Central Tending and Range، مقياس النزعة المركزية والمدى. المصطلحات اللي أحتاجها في هذا الموضوع مود منوال، ميديان الوسيط، رينج المدى، مين الوسط، ستيم ساق ليف الورقة. عندنا هنا الجدول، المثال الأول example number 1 صفحة 66 use the stem and leaf، استعمل الساق والورقة، display 2 answer learn paragraph، استعمل التمثيل بالساق والورقة، نستعمل جدول نسوي الورق. بالنسبة للستم تمثل التنز العشرات، بالنسبة لي في الورقة تمثل الأحد، يعني أنا عندي هنا أرقام أحد وعشرات، إذا الستم تمثل العشرات والليف تمثل الأحد. إذا نسوي جدول بالستم، الستم هنا العشرات اللي هي العشرات، هنا أنا عندي التسعة، التسعة الثمانية، التسعة التسعة السبعة، السبعة التسعة الثمانية، الثمانية السبعة، التسعة 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 والسبعة. إذا أصغر رقم هو السبعة، بعدين رقم ثمانية، وبعدين رقم تسعة. نسترجع الأحاد، الأحاد ويا رقم سبعة، الأحاد ويا رقم سبعة، الاثنين هنا وهنا الخمسة وهنا التسعة وهنا التسعة. إذا اثنين خمسة تسعة تسعة. بالنسبة لثمانية نشوف الأحاد الويا، رقم ثمانية هنا أجي رقم ثمانية ورقم واحد ورقم خمسة، إذا واحد وخمسة وثمانية. الرقم تسعة شوف كم صفر أجي ويا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هنا أربعة صفارة، بعدين أجي رقم خمسة ويا تسعة ورقم ثمانية ويا تسعة، وجه رقم أربعة ويا التسعة. إذن أربعة أصفارة، أربعة والخمسة والثمانية والتسعة. بالنسبة للستم قلنا تمثل مرتبة العشرات، بالنسبة للليف تمثل مرتبة الأحد. عندنا greatest value اللي أكبر قيمة هي 99 هنا بالجدول، وsmallest value أصغر قيمة، القيمة الصغرى اللي هي 72 بالجدول. 72 أصغر قيمة و99 أكبر قيمة. الرينج المدى، المدى يساوي لنا القيمة الكبرى ناقص القيمة الصغرى، greatest value ناقص smallest value. 99 ناقص 72 يساوي 27، هذا الرينج، هذا المدى. الميديان الوسيط، الوسيط هنا يتوسط القيمة الوسط الواقعة في المنتصف، هنا نرتب الأعداد القيمة الواقعة في المنتصف، إذا هنا نرتبها من الصغير إلى الكبير تصاعديا، نرتبها من الصغير إلى الكبير. أول رقم 72، بعدين يجي ورا 72 يجي 75، بعدين ورا 75 يجي 79، مرتين 79، بعدين يجي على 80، 81 و85 و88، بعدين 90 90 90 90، وبعدين يجوا 90 94 و95 و98 و99. إذن الوسيط هو الرقم اللي بالنص، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. إذا 15 مننا 7، 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7، هاي أول 7 مننا وهاي آخر 7 مننا. إذا الوسيط هو يساوي لي 90، ميديان يساوي 90، القيمة الواقعة في المنتصف. نجي على الموت، المنوال اللي هو الأكثر تكرارا، المنوال هو الأكثر، الرقم الأكثر تكرارا أو الدرجة الأكثر تكرارا، أكثر واحد متكرر هنا 90 أربع مرات، أربع أصفارة أربع مرات، إذن 90 هو المود.
بعدين الوسط الحسابي arithmetical mean الوسط الحسابي والمتوسط الحسابي نجمع الأرقام كلها ونقسمها على عددها على 15 نجمعها ونقسمها على 15 فيطلع الناتج هنا 87. نحل تمارين page making sure 68 أول واحد use stem and leaf to display to represent the data ترتيب الأرقام تصاعديا. أول شيء عندنا هذا الجدول الرقمها من الصغير إلى الكبير 2 و 13 و 13 و 15 و 24 30 و 31 32 33 35 36 38 38 38 نجي نقول الستم الورقة تمثل عشرات والليف تمثل الأحد. الستم بالعشرات أنا عندي صفر لأن هنا الاثنين ويا صفر وعندي واحد هنا بالعشرات وعندي اثنين بالعشرات وعندي ثلاثة بالعشرات إذن صفر وواحد واثنين وثلاثة. نجي مرتبة الآحاد عندي هنا ثلاثة مرتبة الآحاد وخمسة وأربعة هنا واحد واثنين وخمسة وستة وثمانية وثمانية وثمانية. إذن نبدي باثنين أصغر رقم ويا الصفر مرتبة الآحاد إجي هنا اثنين هنا ويا الصفر عشرات ما عندي إجي اثنين بعدين ويا رقم واحد شنو إجي عندي ويا رقم واحد إجي ثلاثة مرتين متكرر قاعدة ثلاثة مرتين وإجي خمسة بعدين ويا رقم اثنين إجي الأربعة بس هنا ويا رقم اثنين لا حد إجي ويا هنا ويا رقم ثلاثة عندي صفر وعندي واحد اثنين واثنين وخمسة وستة وثمانية ثمانية ثمانية ثمانية. الرينج المدى يساوي القيمة الكبرى ناقص القيمة الصغرى 38 أكبر شيء والاثنين هو أصغر شيء تصاعدين رتبنا تصاعدي والصغير الكبير. إذا 38 ناقص 2 36 ميديم الوسيط هنا نحسبهن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 إذا هنا 14 اللي توسطها بالنص 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 إذا بالنص يساوي 32 ميديان لتوسطها بالنص. نجي المود الرقم أكثر تكرارا هو 38 بتكرر 3 مرات. نجي متوسط الحسابي نجمعهن ونقسمهن على عددها نجمع كلها هاي نقسمها على عددها يطلع الناتج 415 تقسيم 15 27.7.